مرحبا بكم. إيران تلعب دور المهاجم من جديد وتنفذ هجمات خارج حدودها لتستهدف مواقع في كردستان العراق ذات الغالبية الكردية وموطن العديد من الحركات المعارضة لطهران. هجمات صاروخية استهدفت بحسب الحرس الثوري الإيراني مواقع لداعش ومركز تجسس للموساد الإسرائيلي، شكل بؤرة للتخطيط للعمليات الإرهابية بالمنطقة وداخل إيران بحسب رواية الحرس الثوري. الحرس الثوري الذي اعتبر العملية انتقاما لمقتل قيادات له أكد مواصلة عملياته الهجومية حتى الثأر لآخر قطرة من دماء قتلاه في سوريا والعراق حسب تعبيره. تصريح يرفع حالة التوتر في المنطقة ويفتح الباب لمزيد من التأزيم في العلاقات مع دول الجوار والمجتمع الدولي الذي تصاعدت انتقاداته لطهران في الآونة الأخيرة، وهو ما تجلى حقيقة في رد بغداد التي وصفت الهجمات بالعدوان الإيراني ضدها، مؤكدة أنها ستتوجه بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن بحسب بيان الخارجية. أولى ردود الفعل الدولية جاءت من واشنطن التي نددت بالهجوم ووصفته بالمتهور والذي يقوض استقرار العراق وتطلعات شعبه، قبل أن تؤكد أن الصواريخ لم تستهدف مصالح أمريكية. من طهران ينضم إلينا المتخصص في الشؤون الإيرانية والإقليمية الدكتور سعيد شاوردي. من بغداد ينضم إلينا أو تنضم إلينا الباحثة السياسية نوال الموسوي. سيدة نوال، سأبدأ معك. إذن أربيل دائما تحضر عند الاستهدافات الإيرانية، لكن هذه المرة كيف تقرأين هذا الاستهداف؟ نعم، تحية طيبة لحضرتك للمشاهدين لضيف الكريم. بالحقيقة يعني غير مستغرب في هذا التوقيت الحساس للغاية، هذه الرسالة الإيرانية الموجهة من جنوب العراق إلى شماله وصولا إلى أهداف عشوائية ليست على التعيين، هي مجرد ادعاءات لا إثباتات واقعية قدمتها الحكومة الإيرانية للجانب العراقي، وبالتالي قياسا للتحديات والتوترات التي تمر بها المنطقة، وتحديدا بعد الخبر الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر بعض الوكالات الأمريكية تحديدا بإرسال تعزيزات لأفراد من الجنود الأمريكان على الحدود التي تشهد توترات، فبالتالي هذا قد يكون هو أحد أسباب الاستهداف العشوائي عبر الرسائل التي وجهتها إيران من خلال الصواريخ بعيدة المدى التي أطلقت من ما يحاذي مناطق جنوب العراق وصولا إلى الشمال، باعتبار أنه ترسل إيران إشارات تنبيه إلى الجانب الأمريكي بأننا قادرون على استخدام هذه الصواريخ التي استخدمت تقريبا للمرة الثانية في استهدافات مباشرة إلى مواقع عدة في شمال العراق في أربيل تحديدا، وبالتالي هذه الرسالة ذات بعد سياسي وهي كذلك ذات بعد أمني موجه من خلال هذه الهجمة غير المبررة من قبل الجانب الإيراني، وكذلك هي رسالة إلى الحكومة العراقية التي تحاول جهد إمكانها أن تفاوض الجانب الأمريكي على خروج الكردي وتحديدا للحكومة الكردية التي طالبت باستمرار حمايتها من قبل. سيدة نوال، سأعود إليك بما أن الصوت يتقطع، لكن سأخذ رأي الدكتور سعيد بما قالته سيدة نوال. ما الذي تستهدفه إيران؟ تستهدف أربيل أم فعلا تستهدف الموساد وداعش وغير ذلك؟ تحية طيبة لك ست آسيا ولضيفتك الكريمة ولجميع المشاهدين. بكل تأكيد يعني بعيدا عن الاتهامات التي صدرت من بعض الجهات وقالت أن إيران يعني تستهدف السيادة العراقية وأن المكان الذي تم استهدافه هو ليس تابع للموساد، هناك معلومات وأدلة دامقة قدمتها إيران يعني خلال الأعوام الماضية إلى الحكومة العراقية، إلى الوزارة الخارجية العراقية، وأيضا إلى السلطات في إقليم كردستان العراق، أثبتت من خلالها إيران أن هناك يوجد نشاط معادي لإيران. طبعا هذا النشاط
تقوده إسرائيل من خلال تعاونها مع جهات معادية إلى إيران، وزمر تطالب بفصل وتجزئة عدة محافظات إيرانية تقع في غرب إيران، وتدعو إلى تشكيل يعني دولة كردية من خلال الانفصال عن الأراضي الأم الإيرانية. الموساد هو أيضا يعني هناك مصادر نقلت عنه أو مقربة منه أكدت أن العراق للأسف يعني وخاصة إقليم كردستان العراق أصبح ساحة من الساحات الحرب الإسرائيلية ضد إيران، وهناك أيضا عدد كبير من الجواسيس الذي تم إلقاء القبض عليهم خلال الفترات يعني داخل إيران اعترفوا أنهم تلقوا تدريبات للقيام بتفجيرات في العديد من المحافظات الإيرانية، تلقوا تدريبات في أربيل العراق، وللأسف يعني حكومة أربيل لم تتعاون مع الحكومة المركزية العراقية من أجل يعني التصدي لهذا النشاط المعادي لإيران. فبعد يعني الخطوات الدبلوماسية التي استعملتها إيران لفترة طويلة، للأسف يعني فشلت حكومة إقليم كردستان أن تمنع هذا النشاط، ولم يبقى حقيقة يعني أمام إيران إلا أن تستخدم القوة العسكرية لاستهداف المقرات التابعة للموساد. يعني طبعا البعض ينفي هذا، ولكن اليوم من خلال الصور التي يمكن للجميع أن يروها يتضح أن المقر الذي تم استهدافه هو ليس يعني مكان عادي من خلال الجدران التي توجد هناك، يعني هذه جدران صممت من أجل أن تكون مكان استخباراتي لنشاط عسكري، ويوجد فيه طبقات يعني عدة طبقات تحت الأرض، وهناك الكثير من الأجهزة تم كشفها، يعني كانت في ذلك المكان كلها تدل على أن المكان كان مقر هام لأنشطة الموساد. كل هذه الأدلة وهناك وثائق عديدة يعني توجد اليوم في إيران قالت أنه يمكن أن تزود بها الأشقاء في العراق من أجل أن تثبت لهم أن هذا المكان هو مكان معادي أو تستخدمه إسرائيل لاستهداف الأمن في إيران. فيعني كلنا رأينا ماذا حدث في كرمان خلال الأسابيع الماضية، طيب هناك مئات من المواطنين العزل تمام يعني تمام استشهدوا من خلال سأعود إليك، تفجيرات سأعود إليك. إرهابية كانت مدعومة بما من أنك قبل ذكرت إسرائيل. كرمان سيدة نوال، مرة بيقولوا رد على هجوم كرمان، مرة بيقولوا في موساد، مرة بيقولوا ثأر لموسوي الذي قتل في سوريا. ماذا تفعل إيران؟ تستعرض أم تحذر إسرائيل وأمريكا من خلال أربيل، تستعمل أربيل؟ بالتأكيد هي ترسل رسائل سياسية ورسائل بما تمتلكه من ترسانة سلاح، لكن بالمقابل هي تخسر الجانب العراقي الذي يمتلك علاقات ممتدة وعلاقات اقتصادية وتجارية عملاقة مع الجانب الإيراني. كذلك بالمناسبة نحن نعاني أيضا من قطع الغاز الإيراني، من قطع الغاز الإيراني، هذا الذي حدث للتو هو بسبب قطع الغاز الإيراني المتفق عليه مع الجانب العراقي بتزويد العراق بالغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية. فالعديد من الملفات الضاغطة التي تمارسها إيران على الحكومة العراقية وعلى الشعب العراقي، وهي بالتالي تخسر أهم الحلفاء في المنطقة. الجانب العراقي مهم جدا لاستتباب العلاقات الدولية مع من قبل العراق بالدرجة الأساس. إضافة إلى هذا أنه هذه الرسائل التي تمرر عبر الجانب العراقي هي تشكل على الحكومة العراقية كونها يعني تمر بالعديد من التحديات، فبالتالي هي ستخسر الحكومة العراقية، وهذا ما تصدر أيضا من خلال الموقف الذي تحاول بغداد أن تقيم أو ترفع شكوى لدى الأمم المتحدة لإيقاف هذه الهجمات الممتدة عبر ما يقارب يعني فترات طويلة. لا ننسى أنه في المرة السابقة كذلك استهدف منزل لأحد رجال الأعمال في الإقليم،
وبالتالي هذه الادعاءات لا مصداقية لها. اللجنة الأمنية المشكلة بقيادة معالي المستشار القومي العراقي الذي هو مقرب كجهة سياسية، هو مقرب من الحكومة الإيرانية، بالتالي لماذا لم يتم إخبار هذا اللجنة، هذه اللجنة لماذا لم تطلع اللجنة على حيثيات الادعاءات؟ كان هناك اجتماع في يوم الأربعاء الماضي لهذه اللجنة، ما فائدة تشكيل أو عقد اتفاقيات أو على الأقل مذكرات تفاهم أمنية مع الجانب الإيراني إذا بالتالي يتخذ القرار بدون إشعار للحكومة العراقية، بدون تفاوض مع الحكومة العراقية، وبالتالي نحن أسراء لروايات وادعاءات إيرانية لا مصداقية سيدة لها، نوال. لا أساس لها من الصحة. سيدة نوال، عندما يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات، ماذا بيوسع الحكومة أن تفعل؟ يعني هذه خيارات الحكومة من الأساس، أليس كذلك؟ لا بالتأكيد الخيارات الحكومة واضحة تماما، وهي عقدت اتفاقية ومذكرة تفاهم أمنية مع الجانب الإيراني في الشهر الثالث من العام الماضي، وأصر الجانب الإيراني على استبعاد مجاميع مسلحة معارضة للنظام الإيراني، وتم بإشراف الأمم المتحدة على هذا الموضوع، وتم سحب هؤلاء المنظمات المتواجدة على الأراضي العراقية. لكن ما يدعو للانتباه هنا أنه إيران تستهدف الخصم السياسي ولا تستهدف مثلا مناطق في السليمانية، هي تستهدف أربيل تحديدا، بينما هو في العمق الاستراتيجي والخارطة الجغرافية السليمانية هي أقرب وهي المؤثرة وهي التي تمتلك حدود مباشرة مع الجانب الإيراني، لكنها فعلا ترسل رسائل سياسية للجانب الكردي الذي يتمسك بوجود القوات الأمريكية خوفا من مواجهة الأزمات والهجمات بدون أن يكون هناك ما يحمي سماءها وما يحمي مواقعها الميدانية، شكرا لإثارة وكذلك هذه ما النقطة يحمي شعبها. وأماكن الاستهدافات، البعض تحدث أيضا عن مقاربة حاضرة كالتي تحدثت عنها السيدة نوال دكتور سعيد، بأن كرمان مثلا قريبة من بلوشستان وأفغانستان، يعني المرجح كان أنه يتم استهداف داعش خراسان وليس كما تستهدف إيران اليوم. هذا يعني بأن لدى إيران رسائل تريد أن توصلها. ست آسيا، يعني ردا على الست نوال، يعني هو الأمر، يعني أنا أختلف مع حضرتها، ليس هو هناك مثلا إيران بتريد أن تبين قوتها العسكرية للولايات المتحدة أو لإسرائيل أو أنها تمتلك أسلحة دقيقة بإمكانها إصابة أي مكان يعني تشاء أن تستهدف، الأمر ليس هكذا بكل تأكيد، هي قضية إرهاب. يعني نحن لا ننسى ماذا حصل بعد عام 2014 يعني في العراق، وحتى قبل عام 2014 للأسف الشديد، يعني أصبحت الأراضي العراقية هي ساحة للإرهاب ولداعش وللمنظمات التكفيرية والإرهابية، ولا زالت العديد من هذه المنظمات ناشطة للأسف حتى الآن في العراق، وهي مدعومة من قبل إسرائيل وأيضا مدعومة من قبل إيران. نحن العلاقة مع الأشقاء في العراق سواء مع حكومة بغداد الحكومة المركزية أو الأخوة في إقليم كردستان مهمة جدا بالنسبة إلينا، نحن لا نضحي بالعلاقة، وهذه العلاقة هي عميقة جدا، وهي قبل أن تكون علاقة رسمية هي علاقة شعبية سواء مع الأكراد أو مع العرب أو مع القوميات الأخرى وتاريخية. فإذا القضية هي فقط مجرد هناك أشخاص وعناصر يتعاونون مع إسرائيل والموساد من أجل ضرب أمن إيران، وهذا قلت لو يعني كانت كذلك ما كانت من الحكومة الأشخاص العراقية في إيران اعترفوا دكتور بهذا. سعيد، لو كان الأمر كذلك لما كانت الحكومة العراقية هددت أو صرحت بأنها ستلجأ إلى القانون الدولي، لأن استخدام إيران للصواريخ البالستية بعيدة المدى يهدد حسن الجوار، والصاروخ الذي تم إلقاؤه وقع في مجمع سكني في النهاية، إذن الحكومة العراقية تتخذ الإجراءات المناسبة.
يعني 6 آسيا، المكان الذي تم استهدافه يبعد عن أربيل 30 كيلومتر، يعني هو ليس مكان سكني تم استهدافه، يعني على عكس ما يروج الإعلام للأسف، هو مكان بعيد جدا عن أربيل ومكان مخصص لاجتماعات، وتم مراقبة هذا المكان منذ فترة للأسف طويلة. ضيفتي توم وأعتقد غير فقط موافقة. لو تسمحي لي، السيدة فقط لو نوال، أخيرا تسمحي لي أن بثوان أكمل الفكرة. لو سمحت. جيد جيد، أستاذة أنا آسيا، سأترك الإجابة على هذا فقط أرجو لو من تسمحين. الضيف الكريم قبل ومن ساعة تم كل من استهداف يتحدث مقر في هذا الكائن أن لمنظمات يحترم معادية لإيران في دكتور العراق، سعيد سمعناك. أن يحترم عقول المشاهدين. نحن نعاني من إرهاب متعدد، وأصعب ما نمر به هو طعن الحلفاء والأصدقاء للشعب العراقي وللحكومة العراقية. هذا ما نعانيه. إيران امتدت أعمالها العدائية تجاه العراق، لم تكن محصورة فقط في الأعمال العسكرية. إيران حولت مجرى الأنهار. إيران دعمت التنظيمات التي تعيث فساداً وتعيث إرهاباً في الأراضي العراقية. فلطفا انه نحترم عقول المشاهدين ونحترم بعضنا البعض عندما نطرح هكذا طروحات. حضرتك هل انت زرت المنطقه؟ نحن نتردد كثيرا ونحن ابناء العراق ونعرف كل شبر فيه، وان كان هذا الذي تشير اليه بالموقع يبعد 30 كيلو متر، هي ما قيمه 30 كيلو متر داخل مدينه اربيل؟ مدينه شاسعه وواسعه وممتده. نحن نحاول ان نبني علاقات امنيه متزنه. لا يرضى العراق شعبا وحكومه بالاضرار انتهى الوقت باي للأسف. ما يمس الامن يعني القومي. طرحت الكثير شيراني من السيدة النقاط نوال وأنا لم أجد الموسوي الوقت من أرد على هذه بغداد النقاط. الباحثة السياسية، هي تؤثر على شكرا مستوى جزيلا العلاقات. لك، حاولنا أن نأخذ يعني كل الآراء الممكنة. شكرا دكتور سعيد شاوردي، كنت معنا من طهران.